إذن من الأطفال وجمال الأطفال والأزياء إلى شباب الدار، واليوم معانا في شباب الدار طالبان متميزان هم في الصف الثامن، اشتركوا ونجحوا في أنهم يتوصلون لابتكار مهم. هذا الابتكار هدفه مكافحة تسرب المياه داخل المنازل. الشابان المبدعان هم الطالب أحمد علي أحمد والطالب عبد الله وليد الرحماني، حياكم الله. مرحبا. الله يحييك. متفائلين بلاكم معانا الحين في البرنامج، نحن نرحب بكم وما شاء الله عليكم، يعني يبدو عليكم شوي الارهاق. ما تبون يكلمكم؟ ما تبون يكلمكم؟ عادي زين. مرحبا. الله يحفظكم يا رب. السلام عليكم. احمد وعبد الله، زين خبرونا عن فكره هذا الاختراع الاكتشاف. هذا الاختراع مثلا مرات انتم تكونون مسافرين؟ نعم. اوكي يوم تردون البيت تشوفون البيت كله غرقان طاف مي، مثلا ماي مثلا اذا بيب انفجر او شيء. نعم. فهالمشروع يحل هالمشكله. كيف؟ هالمشروع هو مصمم لان في حاله مغادره المنزل حتى يوم تكون ايضا موجود في البيت ايضا يحل مشكله لو صار في انفجار مفاجئ. نعم. طيب هاي فكرتك. في سنسور يعني تحطه في اي مكان تبغيه، في الحمام مثلا انفجرها، في الاماكن اللي موجود فيها ممكن يكون فيها تسربات للمياه. زين زين. احمد وعبد الله، احمد هاي فكره منو كانت ولا انتم فكرتكم مع بعض؟ احنا الاثنين فكرنا مع بعض. بس انتم الاثنين ولا في حد معاكم؟ احنا الاثنين اللي فكرنا، يعني جبنا الفكره. ما شاء الله عليكم. منو ساعدكم؟ النادي العلمي. شو اسم النادي العلمي؟ خبرونا عن اسم النادي العلمي. نادي الامارات العلمي. نادي الامارات العلمي وين موجود؟ في البراحه. في البراحه، ما شاء الله عليكم. زين شو الحين نبغى الحين تشرحون لنا اكثر عن المشروع، وبتشوفونا من خلال الكاميرا معانا على التلفزيون، بس خبرونا شو نضغط ونحن بنشغله. تعال اذا تبى احد منكم احمد وعبد الله، اذا يمكن فيه زر لازم نضغطه. هاي في انا بضغطه، كان بيخبرونا على هاي، بس نقرب نحن الكاميرا. خبرونا عن المشروع. زين شوف مثلا. لا بتي من هني، ما عليك امر. اوكي. ايوه. يلا. يلا زين. خبرني. مثلا هذا هو نعتبر الحمام. ان هذه مثلا الحمام او المكان اللي بينزل به الماء. هناك التانكي. نعم. وهني هال اللي يوصل الماي للحمام، والثاني اللي يودي الماي للبالوع التانكي. اوكي. اوكي. انزين. شو اللي يصير عقب الحين نعتبر ان في تسرب للماي صار، شو اللي يصير؟ اوكي. مثلا شوف انت تحط سنسر في الحمام. هي. تحطه على اي مستوى تبغاه. نعم. اوكي. اذا وصل الماي لهذا الحد مثلا من الماي يشتغل هذا مباشرة. شو اللي يسوي عاد يوم يشتغل؟ مثلا الماي وصل هني هالسنسر، اول ما الماي يلمس السنسر نعم الماي يوقف، يعني يدش الحمام، وهل يشفط الماي يوديه البالوعة على طول، اي يوديه مباشره على التصريف. يعني جهاز مال تصريف الماي يشتغل بسبه السنسر يوم يلمسه الماي، ويتوجه الماي مباشره على المجاري. المجاري ما شاء الله عليكم. لكن نبغى نعرف الحقيقه خلف ابتكاركم وتفكيركم في هالمشروع، خبرونا عن الحادثه اللي صارت وياكم. شكرا. قبل في بيت خالي. بنده؟ روح عبد الله عند احمد وخبرنا السالفه كيف. في بيت خالك شو صار؟ قبل بيب انفجر في الحمام. وعقب البيت كله غرق واخترب الاثاث. نعم. فاحنا فكرنا فكره تحل هالمشكله. نعم. حد تاذى من سبب الحادثه هاي؟ لا يعني اخترب الاثاث مال البيت، فهم يعني اشتروا اثاث جديد فخسروا. فكانت تكلفة كبيرة جدا. ايه. وانتم في هالوقت فكرتوا في هالمشروع. طبعا الفكرة رائعة جدا، وما ادري كيف الكبارية وكيف هالشركات الكبيرة ما فكرت انها تحط مثل هاي الحلول. ممكن تعرضوها لشركات احمد؟ يمكن. يمكن؟ نشوف. ليش معصب؟ لا مو معصب، بس هو ما شاء الله عليه هو شوي مستحي او متوتر يمكن لانه قدام الكاميرا. زين. خبرنا ابو احمد، بقول ابو شهاب ما شاء الله عليك بعد. زين احمد ما شاء الله عليك، شو هوايات غير عمليه يعني هواياتك انت الحقيقيه شو هي؟ كره القدم اكثر شيء احبه في هواياتي، واركب الخيل بعد. ما شاء الله تركب خيل بعد. هو عبد الله؟ انا العب كره قدم وكره طائره. كره قدم وطائره. بس طايره على الشبكه شويه مو بعالي عليك ولا ينزلونها حقكم؟ لا طبعا في اهتمام بالصغار السن، الشبكه تكون مطابقه للقوانين بس بالنسبه لطول الشباب. زين كره القدم وين تلعب؟ اي مركز؟ لا ما العب نادي، يعني نلعب في الفريق. هوايه برا شيء. في الفريق. زين احمد عبد الله وين تبون توصلون؟ تبون في مشروع لاختراع اخر او تطوير هذا الاختراع؟ نحن بنطور، احنا نصير نادي العلمي ونخترع اختراعات جديده كل مره.
كل مره شيء، يعني اي مشكله موجوده تحاولون انتم تحصلون اختراع انها تعالج. نعم. انتم سرتوا وسافرتوا برا البلاد، زرنا الاردن. شو كان عندكم خبرونا؟ زرنا الاردن وكان هناك في مسابقه اللي هي شو؟ اكسبو ساينس ايجي. عفوا؟ اكسبو ساينس ايجي. انزين شاركتوا بهذا الاختراع؟ المسابقه العلميه لل انزين. وما حصلنا يعني مركز وتقدم، بس ان شاء الله في البطولات الثانيه والمسابقات الثانيه نحصل مركز يعني اعلى. وكذا الملتقى العلمي الاسيوي الثالث اللي هو. نعم. وين تتمنون تشاركون في مسابقات بعد؟ مسابقه الشيخ محمد بن زايد اللي في ابو ظبي. شاركتوا ولا تتمنى تشارك؟ يعني هم قالوا يمكن نسجلكم في هذه المسابقه. ليش يمكن تسجلون؟ تستاهلون ما شاء الله، ليش يسجلونكم؟ ولا ايش رايك عبد الله؟ ان شاء الله سجلونكم. زين تدخلون بشو هناك؟ تدخلون بنفس المشروع ولا في مخترعات؟ بنسوي مشروع ثاني. مشروع ثاني يعتمد على شو؟ الحين نفكر. الحين بنفكر فيه، بعده ما فكرنا. يعني قيد الدراسه. زين تواجدكم في النادي العلمي في البراحه، هل في مساعدات من الشباب تفكرون مع بعض انتم والمجموعات اللي موجوده؟ هل من يساعدكم هناك انكم ان يعطيكم افكار مثلا او ينمي فكره انتم تسوونها؟ هم يحطون مشرف علينا. مشرف. نعم. يشوف لو نسوي غلط هو يقول لنا. نعم. ساعدنا. لكن في الاساس الافكار نبع من عندكم انتم. احنا جبنا الفكره وقلنا لهم نباكم تبون هالقطع وهم يبون. ما شاء الله، زين القطع من وين ما شاء الله؟ يعني من وين عرفتوا القطع اللي تبونها؟ شفنا من خلال الانترنت. الانترنت. مثل ما اختي خديجه تقول جوجل دائما هو المساعد. نعم. زين احمد وعبد الله، ابا كل واحد منكم على حده اذا ممكن توجه كلمه حق اللي يعني نحن نعرف ان احمد عمره 13 سنه بس ما شاء الله عليه، وعبد الله 12 سنه بس، شو نقول حق الشباب والشابات اللي في اعماركم واللي عندهم افكار اللي يبون يطورون اللي يبون يحلون مشاكل يمكن نفس ما استوى معاكم، شو تقول لهم احمد؟ اقول لهم ان شو؟ طالع الكاميرا وقول لهم. اقول لهم ان يحاولون يفتكرون افكار جديده عشان يحلون المصايب اللي مستوت لهم، ويصيرون مثلا نادي يشوفون يتعلمون عنها. نعم. الاشياء تشجعهم يعني. تشجعهم حتى لو اخطاوا مره اثنين عادي. عادي. ما في مشكله. عبد الله شو رايك؟ اشوفك تضحك. شو؟ يدعوهم عبد الله يمكن للنادي العلمي وياكم يشاركون؟ شو عبد الله؟ عبد الله بعد الحين طلعتيه من المود شويه. لا ما شاء الله عليكم. طبعا نحن يعني مستانسين فيكم ونتمنى ان شاء الله انكم هذه الخطوه انها تدفعكم للامام ان شاء الله، بما انكم عندكم القدره على التفكير وعندكم الامكانيات، فنحن طبعا نباكم تمارسون وتستمرون في هذا الامر وتستخدمون طبعا الانترنت والوسائل المتاحه لكم من الدوله والدعم اللي موجود في الدوله بشكل ايجابي للوصول ان شاء الله للمستقبل ان شاء الله تفخر به دوله الامارات العربيه. انتم فخر طبعا للبلاد. نعم. وان شاء الله انتم الجيل المستقبل القادم. الله يحفظكم. كل التوفيق.